البلاد نمنع النزع أن تتنفس إلا بإذن رب البلاد. سوريا كانت مافيا كني صارت معنا سوريا الأسد. لازم تشكرونا عملنا لعيلة أحسن ما كانت بلا نسب. لازم تشكرونا عملنا لعيلة أحسن ما كانت بلا نسب. عالمشفى يا أبو فهد نكك داش تويت يا أبو فهد. هناك على الجبل المطل على المدينة قصر يجلس فيه من يحكم البلاد، ينظر إلى المدينة التي قطع العسس شوارعها وانتشر قناصته على أسطحها، بينما البلاد تحترق من شمالها إلى جنوبها. هناك على باب القصر يحدث كل شيء. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من البرنامج العبثي من سيربح قاسيون. ومعنا اليوم ضيوف مميزين كتير. أهلا وسهلا فيكم، معنا اليوم عنصرين من الحرس الجمهوري من المرابطين على باب القصر. أهلا عيني أهلا. أهلا حبابي. خلونا نروح على فاصل ومنرجع. مثل ما بتعرفوا أعزائي المستمعين، لحتى نختار المتسابقين في سؤال السرعة، وهو رتب رؤساء الجمهورية التالية أسماءهم حسب التسلسل الزمني. الخيار الأول هاشم الأتاسي، الخيار الثاني شكر القواتلي، الخيار الثالث خالد العظم، والخيار الرابع محمد علي العابد. مين هولي؟ أبعري ما يقول رؤساء للسورية العمى. لعمة لك بالله أبارف غير القائد الخالد وسيادة الرئيس المفدى. وأنا كمان لك. طب معقول يعني من أول نطلع لبرا؟ إيه ما فشرت عينه؟ طبعا فشرت عينه. لك نحن أخدين الإجازة بطلوع الروح ونطلع هيك بلا. لعمة في عينه لعمة. أعطيني لاسلكي تقلق. أعطيني هو خو لك. أعطيني تشوف كمسا كمسا. القيادة حوي سيدي، ما يقولوا في 4 رؤساء لسوريا، معقول هالحكي؟ سيدي ممكن تتصلوا مع مقدم البرنامج وتخبروه يغير أقواله. أيوة كيف؟ أي تكرم سيدي. أي واحد؟ أي من عيوني؟ أعزائي المستمعين، رحبوا معنا بالمتسابق الأول لحلقتنا لليلة. اتفضل سيدي. هنا ايه ممكن تتفضل؟ ايه من عيوني بتفضل. بتعرف شو؟ انتو ابتجوا غير بكسر الرأس. موفق عيني موفق. لك شو؟ رفع رأسنا. لا لك ما تخاف قد وقدود. لا اهلا وسهلا، ممكن تعرفنا بحالك؟ بالله في مجال مستعجل كتير. عين استاذ مقدم بلش بالاسئلة. حاضر سيدي. اعزائي المستمعين، والسؤال الاول وقيمته 1500 ليرة سورية. السؤال بيقول ما هي الدولة الأكبر بين هذه الدول؟ الخيارات 1 سوريا، 2 روسيا، 3 الولايات المتحدة الأمريكية، 4 كندا. سوريا. خد وقتك، ما في داعي تخسر سؤال وقيمته 1500 ليرة. ما قل لك سوريا. يلا السؤال اللي بعده. جواب نهائي؟ لك طبعا، أفي مزح بهالقصة. أنا برأيي تستخدم وسيلة من وسائل المساعدة. اسمع مني. لا مف عيونك العمى، بس ما تكلم عينك. يلا حذفوا لي إجابتين. نطلب من الكمبيوتر حذف إجابتين. ها؟ بقي دولتين، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. العمى راحت سوريا. أكيد روسيا. جواب نهائي؟ أكيد ونهائي.
صح. مبروك عليك ال 1500 ليرة سورية. بتحب تنسحب ولا بتكمل؟ لك أنا أبي انسحب، بس إذا أنا خسرت السؤال اللي بعده بخسرون لل 1500 ليرة؟ طبعا. شو بتحب تكمل؟ لا بدي كمل، خلص بنسحب. خليهم بجيبتي، أسئلتك كلها وبرنامجك ما حبيته. على راحتك، معناها مبروك عليك ال 1500 ليرة سورية وأهلا وسهلا فيك. فيك شكرا حبيبي يا شيخ. سيداتي وسادتي المستمعين، وهلأ منرجع للمشتركين ولنشوف مين راح يجاوب على سؤال السرعة الثاني لليوم. أنا بدي ألعب. خلص روح لعب. أنا لقني لقني أنا بدي ألعبها، وإلا والله العظيم لأقلب علي واطية. طول بالك طول بالك، خلص تفضل. بدنا نعتذر من المشتركين اللي ما حالفون الحظ، ومنرحب بالمتسابق الثاني. أهلا وسهلا فيك. أهلا بالحبيب أهلا، تفضل اسألني. يزيد فضلك. سؤالنا الأول هو: من هي الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيا من النفط بالعالم؟ والخيارات هي: 1 إيران، 2 فنزويلا، 3 السعودية، 4 روسيا. نعم بدأ سؤال، يعني روسيا طبعا، قال السعودية قال. عزيزي فيك تستعمل وسيلة من وسائل المساعدة، بعدك بأول الطريق. معناها لك شو حذفولي إجابتين تشو. تكرم عيونك، احذفوا له اجابتين من الاجابات الاربعة. وها مثل ما شايفين بقي دولتين، فنزويلا وايران. ايران. انا برأيي تستخدم وسيلة مساعدة تانية، فيك تاخد رأي الجمهور اذا بدك. انا بسمع لرأي الجمهور، هون ممكن يخدعوني. قال جمهور قال. استاذ ممكن ما تستعجل وتاخد وقتها. اقسم بالله اذا بتقول لي استاذ مرة تانية حتى دمرك انت وبرنامجك. بعتذر منك بس أرجوك تاخد وقتك، وفيك تستعين بصديق، شو رأيك؟ ليكني هو ليكو صديقي هو ليك شو 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 هاي قلي. بدي أعتذر منك، الصديق لازم يكون من خارج الاستوديو. ليش بقى؟ شريكي ليكو بدي أسأله. رجاء يا أخي ممكن تختاروا غيره من خارج الاستوديو من شان الله. أي مو تكرم عينا عيي شو رميلي هلا سلكي تشو أخو. عيني ربك ماك يسا عيني ربك هن. سيدي حول. ايوه حول. سيدي فيني استعين فيك بسؤال؟ ما تكرم عيونك بس قلي شقد جايزي؟ 1500 ليرة سيدي حول. 1500 ليرة بس؟ ليك شو يلا انتلع من هون حول. الله يخليك سيدي، افي غيرك يساعدني. وسيدي اكيد انت بتشاركني بالجايزي. بدك تشاركني ب 1500 ليرة؟ فضلت والله. طيب ليك شو بلش السؤال. سيدي من هي الدولة اللي فيها اكبر احتياطي للنفط بالعالم؟ وبقي عندي اجابتين، فنزويلا وايران. قلت لي فنزويلا وايران. ايران وليك شو بتشتري لي فيهن 5 كروزات متي. يلا انطلق حول. تكرم سيدي حول. سمعت شو قال سيادته؟ ايران. انا بنصحك تفكر اكتر. عيين شو ما يقلي فكر، وسيادة الضابط قلي الاجابي قوصوا. قسما بالله بده رصاصة بنص عينه. يا جماعة ركزوا معي، انا بدي مصلحتكم. على كلين مثل ما بدك، جواب نهائي. ولك طبعا نهائي وستين نهائي. ايران. للأسف جوابك خطأ. نعم ولك كيف خطأ؟ ما سمعت سيادة الضابط شو قال؟ هو قال إيران، يعني إيران. سمعت بس الجواب خطأ وبدي أعتذر منك. واش حاري واش حاري عيي وكنت عم تقلي خرطي شو قوسو. لعيون ربك بقوسو. طول بالك سيدي طول بالك، الله يخلينا إياك. الموضوع مو أنا يلي بقرره، الكمبيوتر هو يلي بيختار الجواب الصحيح. أنا حمار ما بفهم شي. الكمبيوتر بده يفهم أكثر من سيادته. والله سمعه بالله لك السر الكمبيوتر على راسك يا فدان يا ابن الفدة. قم 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 تشوف قم قم شرف معنا قم. هاد الحكي بتحكي لسيادته، وجيب لي معك شو قال اسمه هدول كمبيوتر. جيب لي معك هالكل الكمبيوترات هدول، جيب لي اياهم. يلا قم قدامي قم يا شحش. أبروك سيدي بس والله العظيم وأنا ما دخلني.
خلاص خلاص انا بعطيكم الجائزه. انسى لي هالكمبيوتر الجحش، تكرم عيونك. بلا نفكر هالقصه بالبساطه. يا عيني ربك، قم ولا قم تشوف لك، قم انت قدامي، قم وقف لك، قم وقف، يلا تشوف. اساسا ما خرب بيتنا غير الكني بيوترات هدو، ولك الكني بيوتا. قم ولا قم. زوفا. عجيب، كأنه اليوم رايقة ما هيكي؟ لا عمو، ولك حتى الموبايل أفي ولا رسالة. ليش شوفي؟ طول عمره رايقة، شو حالك؟ لك كيف طول عمره رايقة؟ ولك مبارح كان في زخ رصاص من صوب المزة، ولكأنه ضربك الطراش. أنا؟ ضربني الطراش؟ الله يسامحك. ولك مبارح كان عرس حدا مهم، مهم كثير، وكان في ألعاب نارية، قال زخ رصاص، قال وين فكر حالك؟ بشرفك. طيب ماشي، اليوم اللي قبله شو كان فيه؟ واللي قبل قبله شو كان فيه؟ يا رجل شبك، ما تهبل علي، ما تجنني. لا انت اكيد في بمخك شي، اعمل لك كاسة زوفة تتروق دماتك. زوفة؟ ولا عنا زوفة مخبية علي كل هالوقت؟ عين 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 عين، البوابة مفتوحة، قم سكرة، قم قم قم، فز بدك، انا هناك العقوبة. ولك شبك شبك، بدن يجوا ينقلوا الزرعات، نسيت مين بده يزورنا بكرة؟ مين؟ خير ليش شفت؟ ولك أفشي أفشي، رئيس الوزراء التركي رح يوصل بكرة، وجاي لعند المعلم أردوغان فرد مرة. لا عمى كيف يعني؟ ياه والمؤامرة؟ لك سفك الدم السوري. بشرفي بوجداني مني ما أفهم عنك اليوم، مين أردوغان؟ ولك أي مؤامرة؟ أي سفك دم سوري؟ لك يا ناس، يا عالم، لك يا ناس، شو اللي صار؟ شو فيه؟ فهموني، ما عم بفهم. ولك بس خلاص، العمى ضربك ضرب، وطي صوتك، وطي. أبدك تحاسبني عن الأغراض اللي جبت لك هني من مبارح من الشعلان؟ العمى شعلان؟ أنت مبارح كنت بالشعلان؟ لك يا أخي، ليش منقدر ناخد إذن مغادرة؟ لا لا لا، أنت بدك تجنني، يا أما قاعد ما تهبلة. سكيت سكيت سكيت، شرف اعطيني 200 ليرة ومسامح بق الحمرة الطويلة. 200 ليرة حق شو؟ ولك القهوة والشاي والخبز والخضرة والبيض والجبنة واللبني، يعني بيطلع عليك 200 ليرة. لا عمو، نص بالنص. لا عمو، كل هدول بيطلع بس 200 ورقة. حابب تدفع أكتر؟ ما عندي مشكلة. طيب يا سيدي رح أمشي معك، سيادته جاي اليوم معناها صح؟ مشان يتفقد الوضع ما هيك؟ لا 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 لا، ما بعمره عملها شباك، في مسؤولين عن الموضوع، شو نسيت؟ المقدم صلاح والملازم هاشم والعقيد عليه، كل هدول مهن معبين عينك، عاملين دورات ببريطانيا، هذا غير دراستين الأكاديمي. لا إله إلا الله، لك مين هدول؟ بريطانيا مين؟ بعدين أيه؟ ليه منك حاطط الخوزي؟ يعني إذا الوضع رايق برا بتشلحها؟ نحن بحرب بحرب. يلا قوم قوم أنت تلبسها، مني مستعد أكل عقوبي. لا إله إلا الله، حرب شو لك مجنون؟ الهيئة وضعك صعب كتير. ها ليك، بعت ايميل لمكتب الخدمات الطبي، طلب اجازة. يلا قوم قوم قوم. عفوك يا الله، لك شو ابعت ايميل لمين؟ انت اكيد ناوي تجنني عن جد. ليك ولا كلمة تانية، اقسم بالمنتقم الجبار، اقسم بالله العلي العظيم، بقوسك وبحسب الله ما خلقك، بتعرف انا مجنون والله العظيم، بعمله ومني سائل. كيف يعني تقوسني هيك ببساطة؟ ولك رئيسنا منع اطلاق النار، الله يحميه. لك كيف يعني كيف يعني كيف يعني منع الأقواس؟ كيف يعني كيف يعني منع أطلاق النار؟ أنت ما تفهم؟ ولك هاي الكذبة نحن ما نكذب على التلفزيون. ليك هالحكي ليك؟ لك يا عيب الشوم عليك، قال ما نكذب قال، ولك الرئيس عمار أصدق واحد من بين كل اللي مرقوا على رأسنا. ليك هو صحيح الرئيس السابق منذر كان كيس، بس هذا غير. واش حاري عمار والرئيس السابق؟ لا 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 لا، جنيت 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 جنيت، وبدك ياني قوسك فورا هلق حاليا بقوسك. اسمعوا لك، قوم قوم ولك قوم فيك قوم فيك قوم، لك نومة أهل الكهف إن شاء الله، ولك قوم قوم، صار وقت نوبتك، قوم. كيه مين وين؟ لعمه ما متهت. ولك اسمعوا على هالحكي، اسمعوا بعيد الشر عني، قوم قوم بقى قوم، قال ما متت قال. ولك يا حبيب قلبي والف الحمد لله على السلامه، بالله اني جحش وستين جحش. ما اختلفنا،
بس شو حاله؟ شوف منظرك، شوف مثل اللي شايف جن. جناي قل لي مين رئيسنا؟ لك سيادة الرئيس قصدك؟ ولك حيوان، كيف يعني ما تسأل مين؟ ولك يا أخي بوس إيدك جاوبني. ولك يعني بشرفك هاد سؤال الدكتور بشار. أيلة وكنت عمتي بالله أنك ريحتني. كنت ما أحلام لو الله حلم بشيء 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 بشيء، يعني فيتك تقول كابوس. احكي شو شفه؟ قال شو؟ قال رئيسنا اسمه عمار، وكان عنا رئيس قبله اسمه منذر. لعم لك، لا الأحلى أنت كنت ما تحكي معي ببرادي لدرجة إني قوستك، بتصدي؟ قوستني؟ إيه بالله بتقوسني بهالبساطة؟ إيه هيك ببساطة. قال ما تقلي رئيسنا اسمه عمار، لا والسابق هيك ببساطة، السابق اسمه منذر. طيب وإنت ليش زعلان؟ ولك حلم هذا حلم؟ يعني على القليل انبسط بحلمك. بشرفك ما كان حلو؟ كيف كانت الأوضاع؟ فوضى؟ دمار؟ بصراحة إيه بيني وبينك بيني وبينك قل لي هاتلي يعني الوضع كان رواق والعصافير متزقزق. قال هند اطلبت مني 200 ليرة حق قومة غراض جايبه من الشعلان. ايه بس ابي صير رئيسنا بشار وبده يبقى بشار غصب عن الكل، فهمان ولا لا؟ قوم اللي عم ضربك شو انك نكدي؟ قوم صار وقت النوبة. قايم بس عين بتعرف؟ ايه احلى شي بالحلم شو كان؟ شو انت بالحلم سألتني اذا بدي اشرب زوفة تروق اعصابي. ايلي شو مشت هيك يا الزوفة؟ ايه بسيطة، هي فيني امن لك هي. كي اعطيني 200 ليرة وبكرة بخلي واحد من المراسم يدبر لنا غلوة. ولك اللي ما بتخاف الله، 200 ليرة حق غلوة زوفة؟ ولك الزوفة شو دخلها بالدولار؟ في العالم ريبي أمرك، حتى الدجاج ويا بيض في أمرك، تشري علينا بأمرك. I'm here I'm there I'm tick tick down I'm everywhere. أمرك 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 في أمريكا. خضرة يا بلادي خضرة ورزق فوار، محروسة بعين القدرة تبقى هالدار. خضرة يا بلادي خضرة ورزق فوار، محروسة بعين القدرة تبقى هالدار. Что это, Абу Файр?